الشمس هي مصنع الطاقة المجاني الذي وهبه الله للبشرية، وقد قام الإنسان بالاستفادة بالحرارة الناتجة عن الشمس وتسخيرها لمصلحته منذ الأزل. ويعتبر التكفير بشكل عام من أقدم استخدامات الطاقة الشمسية، حيث استخدم الإنسان الشمس منذ أقدم العصور لتجفيف ملابسه والمحاصيل المختلفة للاستفادة بها على مدار العام، فكان يلجأ لنشر المحاصيل المراد تجفيفها تحت وهاب الشمس الساطع، وهو معرضة للأتربة وهبوب الرياح، وبالتالي فالمنتج المجفف كان يتميز بعدم جودته وقلة نظافته، وذلك لتعرض المنتج إلى عوامل عدة من الحشرات والقوارض والطيور والأتربة. كما أن طول عملية التجفيف وقلة حرارة الشمس في بعض الأماكن ولاعتماده في تحريك الهواء على التيارات الهوائية والرياح وارتفاع الرطوبة النسبية، فإن كثيرا من الفطريات والبكتيريا تنمو بشدة في الفترات الأولى لعملية التجفيف، كما يزداد نشاط الإنزيمات مما يؤدي إلى استمرار بعض الأنشطة غير المرغوب فيها، الأمر الذي يؤدي إلى تغير اللون وتأكسد الفيتامينات. مزايا التجفيف الشمسي: رخص تكاليف الإنتاج، حيث لا تحتاج إلى عناية كبيرة أو خبرة ودراسة فنية عالية لسهولة أدائه وإنتاجه، وأيضا عدم الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة، وفي إمكان الفلاح العادي أن يقتنيه. وقد أمكن بواسطة تصميم المجففات الشمسية من رفع درجة الحرارة والتحكم في الرطوبة النسبية، إلا أن من عيوب المجففات الشمسية في السابق هو تغير الحرارة المستعملة على مدار اليوم، فهي تكون منخفضة في أول النهار وتزداد بالتدريج حتى تصل ذروتها عند الظهيرة، ثم تنخفض بعد ذلك بالتدريج لتتساوى بالليل مع درجات حرارة الجو السائدة. ولذلك فإن التصميمات الحديثة للمجففات الشمسية أخذت في الاعتبار وجود مخزن حراري أو أكثر يمكن استعماله أثناء الليل حتى نضمن استمرارية عملية التجفيف. يقوم هذا النظام بتحويل الموجات الكهرومغناطيسية للشمس إلى طاقة حرارية يتم تخزينها للاستفادة منها في عملية التجفيف. ويتكون هذا النظام من 5 وحدات أساسية، هي المجمع الشمسي المسطح، وحدة التخزين الحراري باستخدام الحجارة، وحدة التخزين الحراري باستخدام الماء، وحدة تجميع الهواء الساخن من المجمع الشمسي ووحدتي التخزين، وأخيرا وحدة التجفيف. المجمع الشمسي عبارة عن وحدة مستطيلة الشكل يتراوح طولها من الخارج 210 في 105 في 19.8 سنتيمتر، أما من الداخل فيتراوح أبعادها 190 في 95 بمساحة فعلية 180 سنتيمتر مربع. غطاء المجمع الشمسي من الزجاج الشفاف بسمك 6 ملي، ويتكون من قطعة أو قطعتين بمساحة 9 متر مربع، ومعامل النفاذية لهذا الزجاج حوالي 85%. ويوجد أسفل الغطاء الزجاجي سطح زجزاجي من الصاج المجلفن المطلي باللون الأسود المعتم بسمك 1 ملي، ومعامل امتصاصية له 95%، ويبعد عن السطح الزجاجي العلوي بمسافة 10.8 سنتيمتر.
قاعدة المجمع الشمسي والجوانب معزولة تماما بالفوم والصوف الحراري بسمك 5 سنتي، وتوجد بالمقدمة فتحة مستطيلة الشكل أبعادها 95 في 10.8 من 10 سنتيمتر، وبها فتحة لقياس درجة حرارة دخول الهواء. ذكرت نتائج الأبحاث بأن أفضل توجيه للمجمع الشمسي أن يكون المحور الطولي في اتجاه الشرق والغرب، والميل هو ميل زاوية خط عرض المدينة الموجود بها هذا المجمع الشمسي، وذلك لكي يستقبل أكبر كمية ممكنة من الطاقة خلال اليوم، بحيث يكون ميله في اتجاه الجنوب. ولذلك فإن ميل السطح الأفقي في مدينة الإسكندرية بزاوية خط عرض 31 درجة و20 دقيقة.